السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، موضوعنا اليوم إن شاء الله حيكون عن الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة بألمانيا صرحت إنه ألمانيا راح تكون بالحكومة الجديدة ألمانيا جديدة مثل ما بيقولوا، تمام؟ فيها تطور كتير من ناحية الاقتصاد، من ناحية الصناعة، من ناحية نظام العمالة، من ناحية كل شيء. فعندهم خطة وعندهم هدف انه بدهم يطوروا من ألمانيا من حسن لأحسن ان شاء الله، تمام؟ راح نحكي عن موضوع اللجوء، صرحوا على موضوع اللجوء والأمور اللجوء، بالإضافة راح نحكي عن موضوع الناس اللي عندهم ديلدونج، اللي أخذين ديلدونج ومندمجين بالمجتمع وأمورهم ماشية وما عم يجيون أخبار لهلأ ومتروكين على جناب. بالإضافة راح نحكي عن الأجور، الحد الأدنى لأجور الساعة بألمانيا راح يتعدل كمان. طبعا هاي القرارات كلها إن شاء الله راح تتنفذ بإذن الله بالسنة الجديدة، تمام؟ وراح نحكي عن موضوع تسهيلات الجنسية بالنسبة لموضوع الحصول على الجنسية، تمام؟ حبايبي اللي عم يشوف فيديو عندي جديد بالقناة، إذا سمحتوا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعموني وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات والناس تستفاد من المعلومات إن شاء الله، تمام؟ يلا خلينا نبلش. هلا رح نحكي عن اول نقطة وكتير مهمة وكتير جيدة لكل الناس يلي عايشة بألمانيا، واللي هي صرح عنها المستشار أولاف شولز، المستشار الجديد للحزب الاس بي دي، وصرح وقال انه الوعد اللي عطاه بالنسبة لموضوع الاجور بألمانيا الحد الادنى رح يرفعه لل 12 يورو، تمام؟ هلا كان الحد الادنى موجود هون بألمانيا اللي هو 9 يورو و55 سنت، تمام؟ هي كان الأجور الحد الأدنى بألمانيا. شو معنات الحد الأدنى؟ رح نحكي عن الفكرة للناس اللي حتيجي جديدة على ألمانيا مشان تعرف شو معنات الحد الأدنى لأجور الساعة. هلأ هون بألمانيا أي موظف يروح بيشتغل بأي شركة، تمام؟ عند أي حدا لازم تكون ساعته أجارها أقل شيء 9 يورو ونص، خلينا نقول، تمام؟ هي أقل شيء، يعني صاحب العمل ما بيحسن يحسب له تحت 9 يورو ونص، تمام؟ إلا للناس اللي عم يروح يشتغلوا بالأسود، في ناس عم تروح تشتغل بالأسود عم تتفق هي وصاحب الشغل، ما بعرف شو، عم يزبطوا الأمور وخلصت، تمام؟ أما تشتغل أنت نظامي ساعتك لازم تكون أقل شيء 9 يورو ونص. هلأ الحكومة الألمانية رح تعدل الموضوع لأنه عم تشوف إنه ألمانيا بلد كفو وبلد غنية، وخرج انه الواحد يكون الحد الادنى لسعر الساعة تبعه 12 يورو، تمام؟ فرح يرفعوا الاجور من 9.5 لل 12 يورو، يعني قفزة بصراحة كتير قوية يعني. فهذا الموضوع ان شاء الله رح يكون منيح على كل الناس اللي عم تشتغل بالمانيا، في ناس عم تشتغل بالمانيا عم تاخد لهلأ عم تاخد 9.5 يورو و10 يورو، ف يعني الموضوع شوي صعب يعني بالنسبه لهذا الموضوع، تمام؟ فهذا الشيء راح يتعدل ان شاء الله على السنه الجديده، وهذا اصلا اول وعد كان وعده اللي هو المستشار أولاف شولتز، قال انه انا اول ما استلم الحزب هذا اول قرار راح اتخذه اللي هو رفع الحد الادنى لاجور الساعه بالمانيا من 9.5 يورو ل 12 يورو. طبعا هذا ال 12 يورو بروتو مو نيتو، 12 يورو بروتو. شو معنات بروتو وشو معنات نيتو عشان كمان نوضح للناس يلي رح تجي على ألمانيا جديد أو اللي حتشتغل جديد بألمانيا لسه ما عندها فكرة عن الموضوع. هلأ البروتو يلي بيقصدوا فيه إنه الراتب الإجمالي. كيف يعني الراتب الإجمالي؟ يعني أنت مثلا إذا راتبك على الساعة 12 يورو اللي هو بروتو اللي هو الإجمالي، تمام؟ يعني بدون ما تدفع ضرائب، هذا 12 يورو بدون دفع الضرائب. النيتو اللي هو الصافي، الراتب الصافي اللي بيضل لك هو النيتو، تمام؟ فانت مثلا اذا اخذت 12 يورو بروتو اللي هو الاجمالي، هدول 12 يورو راح تدفع منهم ضرائب، هذا شيء طبيعي بالمانيا، تمام؟ يعني افتراض للشاب العزابي 12 يورو، خلينا نقول بترجع ساعتك ب 9 يورو ونص،
تمام صافي، يعني بيصير بيدفعوا لك 12 يورو تمام الإجمالي، وبتدفع ضرائب بزد لك منه شيء 9 يورو تقريبا تمام. فهي معنات البروتو والصافي، ف 12 يورو هي بروتو، وبعدين بقى الصافي حسب كل واحد متزوج زابي هي الأمور ضرائب، لأنه في إلى أمور تانية فما راح نفوت فيها تمام. هي بالنسبة لهذا أول موضوع. راح نروح على الموضوع الثاني اللي هو موضوع الجنسية. موضوع الجنسية راح يصير في تسهيل بهذا الموضوع. الجنسية كان الواحد إذا بده يحصل عليها الجنسية الألمانية كان لازم يستنى 8 سنين، وفي لها شروط، كان لازم يكون في عنده عمل، وإذا ما عنده عمل وإذا عم ياخذ مساعدات وما عم ياخذ مساعدات، فكان في لها شروط كثيرة ما راح أفوت تفاصيلها مشان ما نطول الفيديو تمام. فحكى وقال وعد كمان المستشار أولاف شولتز إنه الجنسية راح تصير عوض 8 سنين 5 سنين، يعني كل مين راح يكون بألمانيا حيجي على ألمانيا يعيش بألمانيا يكون صاير له أكثر من 5 سنين جايب اللغة جاي عم يشتغل مندمج بالمجتمع أموره جيدة راح يحصل على الجنسية بعد 5 سنوات. فهذا الموضوع راح يكون فيه تسهيل، لأنه هو صرح وزير الخارجية صرح المستشار إنه ألمانيا يعني صارت بلد هجرة تمام، يعني صارت كل الناس عم تكون عم تقول لك نحن المقصد طالعين على ألمانيا، فصارت إنه بلد هجرة. فلهذا السبب إنه رح يسهل الأمور ويسهل المواضيع لحتى يعني هي الشغلة كمان منيحة لألمانيا. ليش؟ إنه عم يجنسوا الناس، لأنه ألمانيا يعني في ما رح أفوت موضوع تاني، بس في دراسات بتقول إنه بسنة 2035 رح ينخفض عدد سكان ألمانيا من 90 مليون ل 70 مليون ولا 80 مليون، بسبب انه في كتير 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 اشخاص اعمارهم كبيره هون وموجودين بالاتم فليجه اللي هو دور الرعايه للمسنين تمام. فبيقولوا لك انه في يعني حوالي شيء 15 مليون او 20 مليون كلهم كبار بالسن، فهذول بعد فتره كلهم راح يعني الله يطول باعمار الكل ان شاء الله راح يموتوا تمام. فلهذا السبب راح يصير في انخفاض بعدد سكان ألمانيا. فموضوع الهجرة هن متقبلينه لأنه بدهم يعوضوا هذا الشيء تمام. فما راح نفوت بهالمواضيع هاي. فهذا موضوع الجنسية راح يتعدل من 8 سنين للخمس سنين. منروح لآخر خبر واللي هو بموضوع اللجوء. بالنسبة لموضوع اللجوء يعني مثل ما حكينا أنه راح يكون في تسهيلات كثيرة لموضوع اللجوء. كيف يعني؟ صرح المستشار أولاف شولتز أنه ألمانيا صارت بلد هجرة تمام؟ يعني الناس عم تيجي مثل ما قلت لكم عم تيجي على ألمانيا لأنه خلص أنه صارت بلد هجرة. فصرح وقال أنه نحن رح نكون متعاونين بهذا الموضوع، ورح نحاول يعني كيف عم يقول أنه رح نحاول أنه نخلي الجيء والهجرة على ألمانيا تصير شرعية ما تكون غير شرعية. يعني عم يقول انه نحن بنعمل تسهيلات مشان ما تعود الناس تلجأ لطرق البحر والهجرة غير شرعية والقصص هي. فبدون يعملوا قرارات جديدة تحاول انه تسهل على الشخص اللي بده يهاجر على ألمانيا انه يكون الامور سهل عليه ويقدم ويجي نظامي على ألمانيا من دون المخاطرة بحياته ومن دون ما يتعذب ويصير في ناس عم تنصب عليه، وفي يعني في كتير شغلات عم نسمحها تمام. فبدهم يعملوا تسهيل لهذا الموضوع، بدهم يعملوا اقتراحات، ما قالوا لسه اقتراحات بس بدهم يعملوا اقتراحات لهذا الموضوع. هلا هي الاقتراحات يعني حددوا قال انه نسهل موضوع انه مثلا العماله الناس انه بتيجي لعنا انه نسهل موضوع العماله عشان يجوا هجره، او الناس اللي تجي دراسه، او الناس اللي تجي مثلا هجره، او يعني في شروط حيقولوها بعدين حتبين معنا على السنه الجديده ان شاء الله تمام. هاي شغلة. شغلة تانية بالنسبة لموضوع الناس يلي موجودة بألمانيا يلي هن عندهم دلدونج، يلي معهم دلدونج، هدول اللي عندهم دلدونج انه بياخدوا دلدونج بيجيهم رفض وانه مع الترحيل تمام، بيعطوهم اياه وانه مع الترحيل، بيروح بيطعم بالقرار وبدأ يستنى وبيستنى سنة او سنتين او حسب، والله في ناس عم تستنى كتير يعني لحتى يجيها بعد منهم القرار انه يا بيوافقولهم على الطعن يا اما ما بيوافقولهم. فعم يقول انه نحنا بالنسبة لموضوع الناس يلي عنده ديلدونج والناس اللي موقف امورها رح نحل هاي المواضيع ان شاء الله، ورح ياخدوا بعين الاعتبار كل مين مندمج بألمانيا. يعني مثلا واحد معه ديلدونج ومندمج بألمانيا
متعلم لغة، معه شهادة لغة، عم يشتغل. هاي كتير مهمة هاي الشغلة بالنسبة لألمانيا، لأن أنت عم تشتغل وعم تصرف على حالك، ما عم تأخذ مساعدات من الدولة، فهي نقطة كتير مهمة. فهون في كتير ناس معها ديلدونج، معها ترحيل وطعنة بالقرار وقاعدة، بس اندمجت معها لغة ومعها شهادات وعم يشتغلوا وعم يصرفوا على حالهم، فهدول موقفة أمورهم. تمام، هدول عم يقول رح يحل الموضوع إن شاء الله ويظبط، وياخذوا بعين الاعتبار كل مين عامل انجازات بالمانيا، يعني كل مين عم يشتغل عنده لغه والقصص هي، حيكون في ترتيب بهذا الموضوع. بالاضافه حكيت انا بفيديو سابق انه عن تسريع الاجراءات وشو مين حيترحل مين رح يضل، هلكيها رح احط لكم الرابط بالوصف اذا بتحبوا تعرفوا تفاصيل اكثر، فوتوا على الرابط وشوفوا التفاصيل اكثر ببين معكم. يعني انا ما بدي اطول الفيديو هذا، تمام. فباختصار رح يكون في تسريع للإجراءات وللأمور هي كلياتها. وشغلة تانية بالنسبة للناس يلي حيكون في عليها ترحيل، حيكون الموضوع حازم يعني. تمام، مين الناس عليها ترحيل؟ يلي عاملين جرائم، يلي عاملين مشاكل، يلي في عليهم قصص، يلي في عليهم شغلات، هدول عاطينهم مثلا انه لازم يترحلوا وعاملين عليهم سوابق سيئة، هدول انه رح يكون الموضوع حازم يعني، خلاص انه ترحيل ترحيل ما في لعب يعني. تمام، فهالأمور إن شاء الله كلها حتبين معنا على السنة الجديدة، ونشوف شو الله بيسر معنا إن شاء الله. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله أكون فدتكم بالمعلومات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو. عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.